تحت عنوان شؤون وشجون بلدية بيروت حاضرا ومستقبلا، عقد لقاء بدعوة من آل زيدان مع المرشح لرئاسة البلدية جمال عيتاني في منزل عماد الدين خليل زيدان في ماريلياس، وجرى خلال اللقاء نقاش عن المشاريع التي تحتاجها العاصمة لا سيما الإنمائية والحياتية منها. في كفاءات تشمل كل ما تحتاج إليه بيروت لتنفيذ مشاريع إنمائية تنعكس على اقتصاد بيروت وعلى خلق فرص عمل لأهل بيروت وإنعاش الاقتصاد في بيروت. هالكفاءات هيدي كلها نخليها تصب لمصلحة بيروت، حنشتغل كلياتنا ايد وحدة لحتى ناخذ القرارات السليمة. بدي شم ريحة الشجر، ريحة الزهور على الطريق، شوف في إنارة على الطريق، شوف كهرباء، بدي مي، ما بدي كل صيفية أنا زق الميات وهذا وأدفع على سترنات وتجي السترنات تسكر الطرقات لتعبي مي. بلدية هي حلقة وصل لشراكة المواطن مع الوزارات. البلدية هي أهم من أي برلمان وأهم من أي وزارة ومن أي مؤسسة دستورية. كل دول العالم صارت عم تخوض أشواط وأشواط في تنمية الخدمات البلدية. نحن بدنا نشكر دولة رئيس سعد الحريري إنه اختار شخص لرئاسة البلدية من بيناتنا، من أوجاعنا، من الناس اللي بيحسوا الأحاسيس القهري اللي نحن عايشين فيه. المجتمعون شددوا على ضرورة انتخاب لائحة ليبيرتي كاملة كي يصل فريق عمل متجانس يعمل لخدمة العاصمة وأهلها.